هو الجيم مثل ما بدك حد لعسلامتكم كلياتكم. الله يبارك فيك. بكره الصبح ان شاء الله بناخذ الشباب الصغار نوصلهم عند امهاتهم. ايش امهاتهم وين؟ والمصاب ناخذ على المشفى برا ونتابع اموره ان شاء الله. هاي ودي لين في هون شوية بكره عندنا هلا شوية امور نحن بدنا نحقق فيها في العمل. نحن مثل ما اتفقنا معكم ومثل ما اتفقنا علنا قدام العالم كله في عملية محكمة نحن وقضاء. فالمحكمة راح في حسب الاستجوابات اللي لكم راح نستجوبها بالمقفر وبعد الشيء بنجيب نحن المحكمة وان شاء الله بتحكم بالعدل. وانتم بحقكم تحطوا محامي. يعني بحقكم تحطوا محامي في محكمتنا. نحن محكمتنا حقكم تحطوا محامي. وحسب ما تطلب المحكمة حكمة راح ننفذ. طبعا انا راح احكي كلمتين اني براس موضوع. قلت لك انا بتاسف يا احمد انه انت تاخرت. بسبب انه انا قعدت معك وشرحت لك الوضع العام والوضع الداخلي لسوريا والمظالم اللي عم تصير بسوريا. انا بزعل على كل انسان سوري او كل انسان عربي او كل انسان مسلم للاسف عم نقطع اصابعنا وايدينا وارحامنا عم نقتل حالنا مشان شو؟ مشان كرسي. لمين؟ لبشار. مين بشار؟ قاتلنا. هذا مشكله كبيره. نحن لا لنا طليبيه قتل ولا بنحب سفك الدماء. نحن جايين نعمر. جايين نعمر ونبني هالبلد. نبني سوريا. سوريا المستقبل. سوريا الحضارة مثل ما كانت الحضارة بالماضي راح نسويها سوريا المستقبل. ننعشها. نحن بإيد إيدي مع إيدك. نحن بلاد سوريا. نحن بنحبها لسوريا وراح نسوي سوريا بإذن الله جنة في الأرض. وراح نطور العمل ونتعامل. نحن هون عملنا بشكل عام بالنسبة لليوان لواء شهداء اللي بيتعامل بعمل ديمقراطي. يعني عندنا امركم شورى بينكم، نتشاور، نجمع قوات كتائب، نتشاور على العمل قبل ما نعمل. نحن من دخولنا لحاري قبل ما اول ما حاصرنا طالبنا المسلحين وطالبنا النساء والاطفال والشيوخ يخرجوا من البلد. امنين سالمين، وانا قلت لك انه راح يكونوا في الحمايه في حمايه الله عز وجل ثم من احنا راح نحميهم. راح نعمل لهم بيوت، راح نعمل لهم طعام، حتى حليب الاطفال راح نعمل. وهذا الحكي حكيت لك اياه وشفت انت املنا بفضل الله عز وجل عده عيلات مع اطفالهم وديناهم لاماكن امنه وممكن الشيء جابهم تليفون. للاسف اليوم النظام توافين معه. واقفين معه، عم قاتلوا معه مشان شو؟ لا شيء. عم يطلع بدمركم بيوتكم بالميل. دمر الجيمي اللي صليت فيه، اللي ترعرعتوا في المنطقه. دمر الدين، دمر المؤسسات، دمر البنية التحتية، رجع سوريا 40 سنة، هو بيتصور رجع 40 سنة سوريا، بس بإذن الله نحن ما حنجيل الثاني راح نركض وراء الألم والدفتر، نعلم الأولاد الثقافة ونرجع مثل ما كانت بلاد الشام، راح نرجع. فأنا إن شاء الله بدي منكم تتجاوبوا معنا وتكونوا أهم شيء تتقوا الله بأنفسكم. ظلمتوا انفسكم كثير، ظلمتوا انفسكم كثير، دمرتوا حالكم، دمرتوا عيالكم. يا عم العظيم انا بسم الله كمان عظيم، كل هجوم بيصير على الحريم والله العظيم والله العظيم والله العظيم بيرتكب بيوتنا. والله العظيم وقت صارت امور بحيرم نحن طلعنا على الطارمه والله العظيم ما بنخبر انه امن العسكري والجيش بيدفع الطارمه. والله العظيم هلا لو الجيش والامن ملتجئ في مكان غير طارمه نحن ما نهلا كنا ملتزمين بحالنا بس صار اطلاق النار اجى انحصر الجيش دخل على الطارمه الا نحن اللي دشينا بيوتنا تحت عشان العام طلعنا اتجهنا للطارمه اللي فوق. يا احمد انا ما عم بحكي بشكل فارسي يا رزو انا ما عم بحكي بشكل فارسي انا عم بحكي بمجموعه نعم مجموعه كبيره. انت بتعرف قديش نسبة المسلحين عندكم بالطارمة؟ قديش النسبة؟ تتجاوز 600 تتجاوز 600 فرد 600 فرد زائد المؤسسات العسكرية اللي عندك أمن السياسي، عندك أمن العسكري،
عندك الهجاني، عندك قوى الخاصة، وعندك شعبية التجنيد والشرطة وإلى آخره، فبتتجاوز الألف. طيب هذا الألف رجل واقفين شايلين سلاح في ذخيرة كثيرة، شفت أنت دبابات، يعني حتى العقيد عم يضرب دبابات للأسف، عم يضرب على المخيمات. أنت لو بتروح بتشوف المخيمات ومنظر المخيمات، أهالينا من ضيعنا، من المعرة، من إدلب، من معرة مصريين، أنت من إدلب، وأنت شوف لو بتشوف المخيمات وعيشة المخيمات، لأنت تكون أول جزء معنا. أنا ما عم بقول لك أنت بالأساس تكون ظلمت، ولكن بشيلتك للبارودي من النظام أنت ظلمت نفسك. ظلمت نفسك لأن أنت هذا باطي موجود، الباطي. طيب نحن وين يعني؟ بس أنا تشوف بلقيت لك؟ لا، نحن بدنا طلع الشعب السوري عم ينادي كلمة واحدة، الحرية. الحرية ما بده غير الحرية والكرامة. لا بدنا مال، نحن الشعب السوري الحمد لله ما شبعانين، خيرنا وافر بفضل الله عز وجل، أراضينا عم تنبع بالخيرات الحمد لله، عم تنبع بالخيرات، ما منا مال، منا كرامي. حري هذا اللي بدنا اياه نحن، وهذا اللي نحن حاربنا عليه، وهذا اللي عم نحارب من اجله، اضطرينا لحمل السلاح، اجبرنا على ذلك. انا معك، نحن غلطتنا الوحيده ما بنرجع وراء، نحن شد موضوع السلاح كانت جريمه، بس انجبر على اخي غلطه صارت. بس نحن بالنسبه لنا يا عم بعضو، جوز ابو خليل يعرف، جوز او الشباب بيعرفوا، نحن بالنسبه لنا نحن شغلتنا عملتنا الزراعه. يعني انا اليوم اذا بدي اقاتل مع النظام بدي يكون يا اخي موعود بشيء، يا اخي بدي استلم منصب، عم بقدر على شغله يا اخي. بس نحن يا عم بعضو والله العظيم لا موعودين لا وظيفه ولا بمصاري، اقسم بالله العظيم يا اخي. نحن بكل عائلتنا ممكن ثلاثه موظفين ما في. يا اخي انت صادق، انا ما عم بحكيك لك بفرض، انا عم بحكيك بشكل عام لكل مين حمل السلاح هاني. هل تعني انا من شهر ليش موقف الاطلاق على طارمي؟ هذا مو اطلاق، حصار. من شهر كامل موقف انا اطلاق النار على طارمي، تعرف شو السبب؟ انا حكيت مع عده ناس، ممكن من اقربائكم او اصدقائكم، حكيت معهم بترجاكم ترجي، صرت اترجاكم ترجي لطار الاطفال والنساء. انا ما بدي اعمل منزل، انا ما بدي ادخل على طارمي اشوف طفل، في طفل رجل طفل ما بدي يكون مثل النظام، عم بترجاهم على التليفون ترجي، قلت لهم بترجاكم طالع الاطفال والنساء فقط، بدك قيتلني كرجل، انا جاهز، لان قتلتني صحة، وان قتلتك حلال علي، ولكن انا بدي اقول لهم بترجاكم طالعوا لي الاطفال والنساء قبل ما ادخل. لحد الان وقابلني ضغوطات خارجيه وداخليه، انه ليش كل الان؟ عم نقول لهم يا شباب في عنا محل، عنا شغلتين اساسيات في حال ما حدا عم يعرفها، اطفال ونساء محتجزين في الطارمي، زائد التراث، عنا الاتحادي تراث، هاي تراث بقتنا من الان، تاريخ لا بدي ادمر القلعه، لان اي قذايف ثقيله على القلعه كارثي، واي قذيفه ثقيله، وانت تعي املك الدبابات واخذتها من النظام، فاي طلق الدبابه راح تقتل او تجرح طفل. فانا ما بدي لا اجرح طفل ولا شيخ ولا امراه، ترجيتكم وطلبت منكم اكثر من مره طالع النساء. على كل حال نحن صرنا في مرحله هلا تخطيناها، ولكن يا اخي نحن عنا هون مثل ما عم بقول لك، عنا ان شاء الله راح نحكم في العدل، نحن ما لنا على قضائنا مستقل. قضائنا مستقل، قلت لك بتحس محامي خط محامي. فهذا انا الامر اللي عندي اياه. ولا ابو الضيف ممكن يتابع مع بعض الشباب منفردين بالبيت فوق في تحقيق، راح يكون التحقيق مصور، خلي التحقيق مصور كمان، التحقيق مصور حتى ما تقولوا نحن تحت ضغوط او اي شيء. ولا الشباب بيشوفوا حاجياتكم، شو انتم محتاجين بالوقت الحالي من لباس، من طعام، من دواء، من فرش. ان شاء الله نحن مثل ما التزمنا بالعهود معكم، نحن ملتزمين ضمن العهد. ولا ابو الصيف بتابع تحقيقه باعتباره رئيس النقفه، والله يعطيه العافيه. الله يجزيك خير.